اسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كل سنة وانتم طيبين بصوم الميلاد آه نحب في هذه الليلة المباركة إن احنا نتأمل في آية جت في مزمور ثمانية رقم 30 آية جميلة خالص آه بتقول الله طريقه كامل الله طريقه كامل قول الرب نقي ترس هو لجميع المحتمين به الله طريقه كامل قول الرب نقي ترس هو لجميع المحتمين به هللويا آية جميلة جدا قالها داود النبي وربنا يسوع المسيح في انجيل معلمنا ماري متى البشير صح 5 ايه 48 اوصى اولاده وقال لهم فكونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل صوم الميلاد مرتبط بالتسبيح في شهر كيهك عشان كده يعني يعتبر من الأصوم اللي هي فيها صوم وصلاة وتسبيح الله طريقه كامل نحب النهاردة أن احنا نتأمل في هذه الآية الجميلة وصوم الميلاد هو صوم المستحيلات كما يسمونه الأباء وصوم التغيير صوم التغيير يعني ايه صوم التغيير الاصابات العاقر اصبحت ام العذراء التي لم تتزوج اصبحت ام تغيير تغيير بالمستحيل تغيير بالشيء المستحيل عشان كده في قصه يوحنا لما زكريا يعني ابتدى يتكلم فالملاك قال له ايه لا ده انت هتبقى صامتا الى ايه الى إيه؟ 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 ان يتم ايه كلامي اللي انا ايه بقوله لك عشان كده مهم جدا نعرف ان هذا الصوم هو صوم التغيير صوم تغيير التغيير نحو الكمال وده شيء مهم جدا التغيير نحو الكمال تغيير في الحاجه اللي الانسان شايفها مستحيله التغيير في الشيء اللي هو الانسان شايفه مستحيل حتى امنا العذراء ساعه البشاره قالت الملاك إيه كيف يكون لهذا وانا لست اعرف رجلا فهذا الصوم هو صوم التغيير نحو الكمال الله طريقه كامل عشان كده أحب إن أنا أتأمل معاكم في آه هذا الطريق الكامل ونشوف ازاي ربنا بيوصينا إن احنا نكون كاملين وكمال ده شيء صعب قوي يعني دايما إيه دايما الحاجة الكاملة يعني ده يعني ده دا دايما لما يجي واحد مثلا يعمل حاجة يقول يا الواحد عمل كل حاجة بس فاضل دي دي لسه دي لسه ما يعني كانت محتاجة شوية توضيب اكتر الحاجة الكاملة دي حاجة يعني المية في المية دي شيء يعني شيء صعب جدا ان هي واحد يحصل على المية في المية شيء دايما صعب لكن ربنا بيدينا الامل والرجاء نحو هذا الاتجاه ونحو هذا الكمال كونوا كاملين لان الله طريقه كامل فهنحب ان احنا نمسك كذا حاجه كده ونشوف ربنا لما يخليها كامله تبقى ازاي لما نشوف العينين نشوف العينين وربنا بيوصينا ان احنا نكون عندنا العين البسيطه العين البسيطه ويقول لنا كده لما عينك تكون بسيطه جسدك كله يكون نيرا يديك ايه توصل لطريق الكمال لما عينك تكون بسيطه جسدك كله هيكون نيرا يخليك توصل الى طريق الكمال فساعات العينين بتشوف حاجه ناقصه ساعات العينين بتشوف حاجه يعني يعني حاجة أرضية يعني في عايزة تشوف الحاجة اللي هي ربنا يعني شايلها لك وأنت مش واخد بالك في قصة جميلة جدا جت في العهد القديم قصة إليشع لما ملك أرام حب أن يقبض على إليشع ملك أرام حب أن هو يمسك إليشع ده كان تعبه إليشع خالص النبي ده عايز يقبض عليه راح بعد جيش ثقيلا جدا وقال ايه هتولي اليشع راحوا بالليل لمدينة دوسان وطالبين القبض على اليشع اللي هي بيسموها ايه ضبط واحضار يجاب يعني هيجاب ما فيش حاجة اسمها ان هو ايه يعني ما النهاردة هيجاب يعني هيجاب غلام اليشع قال آية صعبة جدا قال آه يا سيدي كيف نفعل أو كيف نعمل آه يا سيدي فليش قال إيه لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم ليش شايف حاجة كاملة شاف الصورة كاملة غلامه مش شاف الصورة كامله عشان كده إليشع صلى إلى الله وقال له إيه يا رب افتح عيني الغلام فيبصر الله ما بيشوف ده شايف إليشع ده شايف إليشع ولو روح عمل كشف نظر ممكن نظره يطلع ستة على ستة يشوف آخر سطر اللي ما بيبانش الصغنطط خالص ده ولا شايفين فوق ولا تحت ولا يمين في سطر كده بيبقى نروح عند الدكتور أهو كله لا ممكن يبقى شايفه لكن مش شايفه مش شايف طب يا نظره ستة على ستة لا هو شايف الامور الماديه شايف الامور الارضيه لكن في امور ربنا عايزك تشوفها امور ايه سماويه عشان كده قال ايه ليش يا رب افتح عيني الغلام فيبصر فعلا ربنا فتح عيني هذا الغلام وشاف الايه الجبل مليان خيل ومركبات نار حول ليش جاية تقف معاه ضد ايه ضد ملك ارام ايه ده ايه القوه دي ايه القوه دي الله يبحث دايما عن الصوره الكامله الله عايز يديك الصوره الكامله قد تكون الصوره امامك تقول الصوره واضحه جدا وهي غير واضحه الله يبحث انك انت تقتني الصوره الكامله الله طريقه كامل الله طريقه كامل تعالوا نشوف حاجه تانيه ربنا دايما كان يوصينا ايه عليها الاذن ويا ما قال من له أذن للسمع ايه فليسمع قالها كتير قوي وفي سفر الرؤيا وفي ليلة أبو غرمسيس يعني عاملين لها ايه عاملين لها لحن ايه مخصص لها من له أذن للسمع فليسمع طب ما الأذن كلنا عندنا ودان وكلنا بنسمع لا في بقى حاجه ناقصه في حاجه ناقصه لما تبقى كامله هنا اذ تقدر تسمع صوت الله فمرة في العهد القديم برضك ربنا حب يخاطب عالي الكاهن وحب يكلمه بس ما كلمهوش مباشره اختار صموئيل الصغير دوا قال ايه انا هكلم عالي من خلال صموئيل الطفل الصغير هبتدي اكلمه طب ما عالي عنده ودان ما تكلمه على طول قال لا انا هكلمه من خلال ايه صموئيل الصغير ولما ربنا ابتدى ينادي على صموئيل وصموئيل اعتقد ان عالي كان هو اللي بينادي عليه وكان كل ما ينادي يجري بسرعه اي أه ابونا عاني عايز حاجة يقول له يا ابني لا روح نام ما, بنداش عليك ويروح هنا ايه صموئيل ينام شوية تاني يسمع صوت يندهله صموئيل صموئيل يجري تاني على عالي الكاهن وجه بعد كده عالي الكاهن قال له لا لما الصوت ينادي عليك تاني قول له ايه تكلم يا رب لان عبدك سامع تكلم يا رب لان عبدك سامع انا عايز اسمع كلامك يا رب عشان اوصل الى طريق الكمال عايز اسمع كلامك يا رب خاطبني عشان اوصل الى طريق الكمال القديس العظيم الانبا انطونيوس كان شاب زي اي شاب بيحضر الكنيسه شاب عادي جدا مجرد ما هو كان في الكنيسه سمع الايه بتقول ايه اذهب بع كل مالك وتعالى اتبعني الايه دي اعتبرها انها بتخاطبه هو شخصيا ساب كل حاجه وايه مشي وراء الله واصبح القديس العظيم الانبا انطونيوس اب جميع الرهبان في كل العالم ليه ودنه سمعت ودنه سمعت كلمه الكلمه دي خلاها هي طريق الكمال الله طريقه كامل الله طريقه كامل لما تمشي مع الله يبتدي يحول الحاجات اللي فيك او النواقص اللي داخلك يديها ايه الصوره الكامله عشان خاطر تقدر تتعرف عليه بصوره اوضح في مره ربنا يسوع المسيح تقابل مع واحد أعمى السيد المسيح شفاه وقال له أنت شايف إيه قال له أنا شايف الناس كأشجار يمشون بعد كده سيد المسيح صلى له تاني قال له أنا شايف كل إنسان جليا يعني الصورة واضحة مية مية هنا ده مهم جدا لأن الله طريقه كامل لكي نسير في طريق الله الكامل لابد ان يكون لنا قلب كامل ده مهم جدا دي بقى رقم ثلاثة هو القلب صموئيل النبي لما راح بيت يسى ليختار احد اولاد يسى عشان يبقى ملك ويس ابتدى طبعا دايما الابن البكر ده يعني له وضع مميز لدرجة ان الاب بيتسمى ايه, ايه ابو فلان يعني ايه دايما الابن البكر ده له الوضع المميز والمحبوب هو ايه بكر اي واحد دا حاجه دايما ايه له يعني في قلب اي اب محبه ايه مميزه وخاصه عن بقيه اخواته فيس حب ان هو ايه يعني يقع الاختيار على ايه الياب كبير فطبعا اول واحد عد فصموئيل قال له ايه لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته لانه ليس كما ينظر الانسان لان الانسان ينظر الى العينين واما الرب فانه ينظر الى القلب الله يعني انت رب دلوقتي بتدور على القلب اه وبعد كده دخل اللي بعديه ابي ناداب وبعده شمه وبعده ايه لغايه اخر ولد من السبع اولاد وبعد كده قال صموئيل ليس ربنا ما اختارش ولا واحد من ايه من هل كملوا الغلمان فقال ايه بقى بعض الصغير بقى بعد الصغير ما فيش غير الصغير ده قاعد مع الغنم فايه صموئيل قال يس ايه ارسل وقت به لاننا لا نجلس حتى ياتي الى هنا يا صموئيل النبي العظيم مش هيقعد لغايه ما يجي داود اللي قاعد مع الغنم ايه قويه جدا لاننا لا نجلس حتى يأتي إلى هنا مش هرتاح غير لما يجي ده مش هرتاح غير لما يجي الصغير ده و اللي واضح إن ربنا هو ده اللي هيختاره وفعلا أول ما جه داود وصموئيل مسحه وحل روح الرب على داود وبعد كده بولس الرسول يقول آية جميلة جدا يقول إيه؟ وأقام لهم داوود ملكا الذي شهد له أيضا إذ قال: وجدت داوود من يسة. رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي الذي سيصنع كل مشيئتي القلب الكامل هو قلب يصنع مشيئة الله الحتة دي مهمة جدا القلب الكامل هو قلب يصنع مشيئه الله مثل المسيح قالها من يصنع اراده ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي من يصنع اراده ابي الذي في السماوات هو اخي واختي وامي قالها صراحه سليمان في تدشين الهيكل لما كان بيخاطب الله قال له ايه؟ اسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل واعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لأنك وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر يا ربي كل قلوب قلوب كل بني البشر ربنا عامل يعني اقول ايه عامل ايه كل, كل واحد كده عامل رسم قلب الواحد واحد فينا يا تخيلوا كده لما يكون واحد روح الدكتور يقول له اعمل رسم قلب الله مش محتاج لهذا الجهاز الله عارف قلب واحد 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 من كل بني البشر ده قلبه كامل ده قلبه نص نص ده قلبه متذبذب كل شوية يعرج بين الفرقتين لا ده قلبه معايا على طول لا ده قلبه نقي ده قلبه أسود لا ده قلبه شرير ده قلبه حجر وده قلبه لحم كل واحد ربنا عارف جوه قلبه ايه لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر يا يا ربي يا يا ربي كل واحد فينا كل واحد فينا عارف جوه قلبه مش محتاج اي رسم قلب ولا حاجه ربنا بس يبص كده اه ده فلان ده معايا ده قلبه حلو ده قلبه نقي لا ده قلبه يعني صعب لا ده قلبه حلو لا ده ساعات يمشي معايا وساعات ما يمشيش معايا ده قلبه متذبذب كل واحد ربنا عارف جوه قلبه ايه الله يبحث ان قلبك يبقى ماشي في طريق الكمال لان الله طريقه كامل الحاجه اللي بعد كده بعد العين والاذن والقلب المحبه والمحبه مهم جدا ان الانسان يصل الى المحبه الكامله المحبه وسيد المسيح كان بيحب تلميذ معين كده وكان متكئ في حضن يسوع واحدا من تلاميذه كان يسوع يحبه التلميذ ده لما كان السيد المسيح بيحك بقى خلاص عن ان اليهود عايز يمسكوه وان في واحد عايز التلميذ دوا سمعان بطرس عايز يسال مين التلميذ ده مين التلميذ ده فراح عمل ايه راح زق يوحنا قال له اساله انت اساله انت طب ما تساله انت معلمنا بطرس ما انت طول عمرك يعني بتسال على طول بتتكلم قال لا انا عارف ان هو بيحب يوحنا قوي كان يسوع يحبه كان يسوع يحبه الله دايما يبحث عن اللي بيحبه واللي بيحبه هو يحبه اكتر هو قال كده يوحنا بردك احنا بنحبه ليه؟ لأنه أحبنا أولا هو أحبنا أولا عشان كده مهم جدا المحبة تبقى كاملة المحبة تبقى كاملة محبة الله الكاملة عشان كده كل يوم يمكن سيدنا تقول لنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم كنيستنا تقول لك استخدم العالم ما حدش يقول ما تستخدمش العالم استخدم لكن ما تحبهوش المحبه الكامله لله مش للعالم لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم استخدم العالم حدش يقول ما يقول مش هنستخدم العالم نستخدم العالم لكن ما نحبش العالم نحب الله وده اللي قاله ايليا على جبل القرمل لما قال للشعب ايه؟ إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان البعل هو الله فاعبدوه وإن كان الله هو الله فاعبدوه. اعبدوا مين؟ اعبدوا الله. عشان كده الشعب لما ابتدى يعني يعني الاتفاق اللي كان ما بين ايليا وأخاب وإيزابل وكهنة البعل والسواري أن الله الذي سيستجيب بالنار هو الله ووافقوا وجابوا العجلين وهم قدموا الأول العجل بتاعهم وقعدوا ساعات يقولوا يا بعل أجبنا يا بعل أجبنا يا بعل أجبنا يا بعل أجبنا, أجبنا وابتدوا يشرطوا جسمهم وما حصلش أي استجابة لكن إيليا قدم الذبيحة بتاعته وحط مية مرة واثنين وتلاتة وبعد كده صلى إلى الله والله استجاب بالنار والنار لحست يعني كلت الذبيحه وكلت لحست الميه اللي حوالين المذبح اللي كان عامله هنا الشعب هنا صرخ ايه؟ الرب هو الله الرب هو الله عشان كده ربنا دايما بيدور على محبته وعروس النشيد لما بتنادي حبيبها تقول له ايه؟ أين ترعى؟ اين تربط عند الظهيره الله يبحث عن احبائه ولما قعد مع التلاميذ ابتدى يقول لهم العبد ما يعرفش ايه سيده هيعمل ايه لكن انا ايه رفعت من قيمتكم انتوا خلاص مش هسميكم عبيد سماهم ايه احباء تلاميذ اصدقاء الآن أقول لكم يا أصدقائي يا ليه ربنا بيحبنا ويبحث إن إحنا نحبه محبة كاملة، محبة كاملة، الله طريقه كامل، الله طريقه كامل، يبقى الله طريقه كامل في العين في الأذن في القلب في المحبة عشان نقدر نعيش مع الله بمحبة كاملة بكل قلوبنا وبكل يعني أذاننا وبكل يعني نظرات عينينا حتى نيجي في القداس ونرفع أعيننا إلى فوق نرفع أعيننا إلى فوق عشان كده مهم الإنسان وهو عايش في هذا الصوم ونحتفل بالأيام الجميلة اللي بنعيش فيها دلوقتي في هذا الصوم، والفترة الجميلة اللي بنعيش فيها في التسابيح إن إحنا نصلي بكل قلب كامل، وبكل أذن صاغية لكل كلام الله، ونرفع عيون قلوبنا إلى فوق، ونطلب من ربنا إن هو يعطينا هذا الطريق الكامل، الله طريقه كامل، قول الرب نقي. ترس هو لجميع المحتمين به ترس قوي ترس اوعى تضيعه منك ترس مقصود بالحماية عندك حماية قوية عندك حماية قوية ضد هجمات العدو متحتميش بيها ما تستخبيش وراها ما الله صخرة قوية نحتمي بها ترسن هو لجميع المحتمين به مزمور 18 آية تلاتين الله طريقه كامل قول الرب نقي ترسن هو لجميع المحتمين به كل سنة وأنتم طيبين ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد آمين